محمدي بن عبيد شتي كاينين ما عندك واش هضره عليهم حشومه زنيتي ما يكونش عاوتاني ديما كيفاش ديما انت تقولي عاوتاني نقول لك لا ماشي علاه انا زنيتي ما يسهلش مي صافي الملل دابا وليت كن الحشومه حتى شي يقول في المغرب ما قدر يوصل ليه بن عبيد مزيان دابا وي وشنو افيرماتيف وشنو نحيد علاش ما يكونش اناس ما تحيدش ندبر راسك حيد اللي بغيتي خص يكون اناس كيفاش تحيد اللي بغيتي حيد اللي بغيتي نحيد بونو حيد لا واش حشوم حشومه ماشي حيد اللي بغيتي حيد اللي بغيتي راه باين شكون اللي كيحبس وباين اللي كيدير بيرفورمانس كبيره وباين الحارس رقم واحد في سيليكسيون وي انا ما قلتش لك جيب اناس لعبوا شكون الحارس رقم واحد في المغرب هو بونو هو بونو في المغرب تاريخيا لا في المغرب يعني لا اناس عاد بن عبيد اناس بن عبيد كاينين اناس ولمده 10 سنين 15 عام فهمتيني هو اناس كيفاش 10 سنين 15 عام 10 سنين هو شاد الراس اناس شاد الراس كل عام شاد الراس كان واحد لقيته جا كناوتي كان كيكون العسكري كيكون العسكري كان خالد الوحيد واش دابا كلشي جراد الوحيد لا صافي حنا بقاو شي جا اي حاجه في الجراد ديالك انت نادير تا هو المياغري تا هو الحارس رقم واحد نادير نادير راه كان نيميرو 1 في البلاد نادير لا تا كناوتي وقيته دي باس زنيتي كبيرفورمانس كا يمكن شي حمزه ويلي اصاحبي هذيك الشوفة ديالك اخويا كله والنظره ديالو راه واحد الوقيت تكنيك مو ما حتى واحد ما يوصل لانس انا تيبقى من احسن لي غارديان بينو وبينك زعما بلا ما تبقى تقول لي لي بيرفورمانس وهداك الشيء تكنيك مو حتى واحد ما غيوصل لانس فاش فرجلي تكنيك مو صاحبي حنا لا تندويو على غارديان دو بيوت صاحبي ما فهمتش على غارديان حتى هو ما كاينش شي غارديان تكنيسيان تكنيك مو في لا سورتي ديال ديالو في التايمينغ ديالو في لابليس ديالو في الريفلكس ديالو حتى واحد ما يوصل لانس في الجزئيه ديالو حتى شي 10 سنين دابا هو شاد الراس كل عام يمكن جات واحد الوقيته اللي طلعوا هو اللي كانوا احسن منه انا معاك في الاستمراريه في الاستمراريه ديك الاستمراريه ما بغيناش نتكاو على المحمدي مسكين دابا انت يا بغيتي تقول لي بحال انا واش نتكا على المحمدي هاد المحمدي نهار وقفنا عليه واحد عامين دابا ديما فيه هو عامين باش وقفنا عليه تتلقاه ماتش بلجيكا فيما غير ماتش بلجيكا باش يكون شكون وشي يدخل شي قضي واش واحد ماتش واحد يشفع عليه يضمن بلاصه عامين وهادو اللي كيجتهدوا مسكين وكيدير كل ماتش مزيان وكل نهار كيدير ماتش مزيان وكل عام كيدي لقب امتى غادي امتى غادي تعطى فرصه ديالو حمزه انا متفق معاك بن عبيد ما دويش عليه ما دويش على بن عبيد انا سيبان ديما الطوب بن عبيد ما تدوش عليه تاني بو ديالنا فين هما لي زاتاكو كاين خافي دابا وكاين ايجامان هادشي كيخلي انس ديما انس نهضروا انس راه التاريخ ديالو تيحكم عليه انا تيبقى من احسن الحراس في المغرب وانا تنقول ديما سبيدرمان هو تنيفو ديال البطوله ديالنا راه ما عندناش شي لعابه اللي تيوصلوا للبطوله حمزه راه قال لك ويلا ما كاينش تكال البطوله علاش تكال البطوله كيك يا صاحبي واخا الزواج الاف في البطوله فين تيلعب حمزه عطاني شي بارات اليوم ديال انس لا لا بالله يعطيني دابا انت عطيني انا هو ماتش ديال هضرتي شفنا ماتشات بزاف يا حمزه وقلت لي شو اللعابه في لاطاك كيديرين ما تيقراوش شل واش فهمني شنو تقول لك دابا انس خصو تيدير شي بارات مزيان لا انس ديما تيدير لي بارات لا ديما كيدير مي بصح عنده الحق اوفونسيفمون كون دار ماتش مزيان اليوم كان يعيط عليه زعما ولا كون دار ماتش اللي فات كان وراه هو عمرو غيعيط والله ليست ديالو تبقى ديما تنشوف معاك في هضرتك كتقول لي يعطيني شي بارات ديال انس لا بقيت تنجبد لك لي بارات ديال انس راه ما عرفتش بزاف واخ بونو كنظن بان دابا حنا دويناها على قلت لك علاش انس ما يكونش قلت لي شكون غنحيد ورا بصح حتى وعدو ثلاثة راه كان كريتيكيو ركراكي مي ترى ثلاثة صعيبة وثلاثة شكون تحيد انا معاك في منير محمدي انت يمكن قلتي واحد قال لك لا راه حق البطولة اللي كيلعب فيها انس ضعيفة كيفاش واحد لا قال لك بحال انا معنى انس ما بغيتش انس يعيط لي وما شوف واش تقول حمزة ولد بن عبيد هذا من البطولة اللي كيلعبوا فيها ضعيفة علاش كاين بن عبيد وما يكونش انس حيت جون وانا عطيتك دابا الفكر ديال ركراكي ما تجيبش انا قلت لك شنو كاين حيت جون وكانوا عندهم ضد انس انا بلا كان عندهم نفس لاش غتشوف زنيتي محمدي جن لا ماشي جن واش هادشي ساتور دوز 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 بونو كنظن وبرافو البونو على حساب فين عيطوا لي باش يلعب ما لا كانت بونو هو احسن جول في التاريخ ديال المغرب قلت لك ماشي لا ما فهمتينيش عاوتاني بونو هضرت على بونو انا برافو حاجه فين عيطوا لي الاولمبياد فين عيطوا انا بونو فين عيطوا لي الاولمبياد قال لهم ما بغيتش نحرم هذاك الدري هذه تتبقى لي شابو برافو
حيت بالعروش خرج قبل بالتصريح وقال بان انا نورمالمون خصني نلعب حيت انا لعبت الكاليفيكاسيون ولعبت كوب دافريك وخرج بونو من بعد ما عطيتيناش طمانينه السي بالعروش راك الفالطات اللي كدير راه قدوم قد الوطن واش انا ما تنتفرش وكان كيحبس فرقتو تيتولار واخ متابع خص بونو كل الشوفه ديالو عاوتاني واخا هذا فيلم اخر ديال شكون اللي بعدا واش ركراكي غيطلق اللعابه الاولمبي دي فيلم اخر مشيو ل لا ديفونس اشرف حكيمي يعطيه الله دار